يا صباح الخير على حضراتكم واهلا بيكم حلقه جديده من برنامج مصر جميله، ويا رب دايما تكون بلدنا في خير وفي حضراتكم بالصحه والسلامه. وبناكد مره تانيه وثالثه ورابعه ومليون من فضل حضراتكم الاجراءات الاحترازيه، من فضل حضراتكم الاحتفاظ بالماسك او الكمامه، ده ضروري جدا. انا يمكن شفت أو بشوف دايما دلوقتي النهاردة في الشارع الناس ملتزمة جدا في الأماكن حتى العامة، بقت لابسة الماسكات والكمامة والحاجات دي كلها، ده كلام مهم جدا خصوصا في المرحلة القادمة بإذن الله اللي بنمر بيها من هذا الوباء اللعين. إن شاء الله ربنا يحفظ بلدنا يا رب ويحفظ حضراتكم. فبالتالي احنا بنأكد على الإجراءات دي، ما ننساهاش أبدا، تبقى حالة من الالتزام والاهتمام، وتبقى زي ما نقول كده ايه، عادة يومية، ان احنا خلاص بنلبس هذا الماسك وبنقدر نتحرك ونروح ونيجي في كل مكان، وده يمكن هيحمينا ان شاء الله باذن الله بشكل كبير يعني. وان شاء الله نتمنى الشفاء يا رب لكل المصابين بهذا الوباء. الحقيقة كل ما بنفتح السوشيال ميديا وبنكلم بعض بنلاقي حد من احبابنا، من قرايبنا، من اصدقائنا، من الدايرة المحيطة بينا، كل واحد فينا الحقيقة هتلاقي عنده مجموعة من الأصدقاء والأحباب اللي للأسف هذا المرض اللعين أو هذا الفيروس اللعين طالهم، لكن إن شاء الله نتمنى لهم الصحة والسلامة. وده بالتأكيد الإجراءات دي هتحافظ على يعني صحتنا بإذن الله. دايما بتمنى لحضراتكم الصحة والسلامة يا رب، وإن شاء الله يوم جميل علينا وعليكم، يوم مبارك للجمعة المباركة إن شاء الله بإذن الله. النهاردة عندنا إيه؟ النهاردة هنتكلم مع حضراتكم على العلاقات المصرية السودانية، وبنهني الشعب السوداني والإخوة في السودان بعيدهم القومي كان الأسبوع الماضي. وهنتكلم طبعا على دور الترابط والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبنتكلم طبعا على أنه الربط ما بين مصر والسودان في تنمية إفريقيا الحقيقة، وده جزء مهم جدا، لأنه زي ما احنا شايفين أنه العالم كله بييسره أو بيمشي الاقتصاد. فلما نيجي نتكلم على حتى الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أثرت بشكل مباشر في البورصة العالمية، أي شيء بيحصل بيؤثر في الاقتصاد زي ما حضراتكم عارفين وشايفين، أنه في دول كتيرة جدا عندها هذا الوباء اللعين كورونا فيروس ومش قادرة تاخد قرارات بالغلق الكامل لأنه ده هيأثر على الاقتصاد. ده في حد ذاته، احنا بقى في علاقاتنا مع الدول الأشقاء، في علاقاتنا بالاقتصاد في أفريقيا، بإيه التعاون اللي بيتم في هذا المجال وفي هذا الشأن، ده جزء مهم جدا لازم هنتكلم فيه مع حضراتكم. وهنتكلم طبعا على المواني اللي بتربط مصر والسودان، وهنتكلم على أهميتها الاقتصادية وأهميتها الاستراتيجية، ومش هننسى طبعا أهميتها الاجتماعية لأنه تاريخ طويل ما بين البلدين مصر والسودان. وهيشرفني في هذه الفقرة الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ عبد المنعم الكتيبي. فقرتنا الثانية إن شاء الله هتكون مع حضراتكم بإذن الله مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمود مطر بمجلة الإذاعة والتلفزيون، وهنتكلم طبعا على دور النهضة الثقافية والشعر والأدب في المرحلة السابقة والقادمة بإذن الله، ده جزء مهم جدا من حياتنا، خاصة هنتكلم عن شعراء النوبة وتأثيرهم في الحياة الأدبية والثقافية في مصر، وإزاي إن احنا نرجع مرة تانية نعود يكون عندنا ثقافة ونشوف الأداب ونشوف الكتابات بتاعت كتبنا الشعراء، ده هيفرق كتير قوي معانا. أنا أتمنى إنه الجيل الجديد زي ما يمكن شوية احنا جيل اتربينا على القراءة، كان في مهرجان القراءة للجميع، كان في مجموعة من الكتاب اللي هم كانوا متخصصين بيكتبوا للشباب في ذلك الوقت، بنتكلم على فكرة البحث عن المعلومة، ده جزء مهم جدا أيضا، الاستمتاع بالقراءة ده دور مهم جدا لكل أم وأب إن هو يقدر يزرع ده في ولاده. طب اقرأ، طب احنا النهاردة كنا بنروح المعارض بتاعت الكتاب او المكتبات عشان نشتري الكتاب او ان احنا نستعير هذا الكتاب، النهاردة بقى معانا المجموعة يعني كل اعتقد كل الكتاب بقى عندهم صفحاتهم الخاصة وبقى عندهم المصادر الخاصة اللي تقدر تخش على المواقع بتاعتهم وتنزل الكتاب وتقعد تقراه وانت طول الوقت ماسك التليفون بتاعك، فده بالتأكيد هيفيد ويعني هيخليك
متفتح بشكل كبير جدا، في جزء كبير من حياتك انت هتقدر تكتشفه من عالم الكتاب وعالم الادب، لانه هيفرق كتير قوي في شخصيه كل واحد فينا. هيكون زي ما انا قلت لحضراتكم، يكون ضيفنا في هذه الفقره الكاتب الصحفي الاستاذ محمود مطر بمجله الاذاعه والتلفزيون. بعد الفصل ان شاء الله التقي بحضراتكم وفقرتنا الاولى، يبقوا معنا. عايزه